موضوع النهاردة موضوع غريب جدا. كلنا بنروح محلات هدوم عشان نقيس هدوم ونشتري هدوم. كلنا طبيعي جدا ان احنا ندخل اوضة البروفة عشان نقيس فستان او نقيس بنطلون او نقيس اي حاجة، لان تلات ارباع المحلات تقولك البضاعة لا ترد ولا تستبدل، اللي هي حاجة مش موجودة في اي حتة في العالم. يعني في اي حتة في العالم يديك الريسيت ويقولك ايه 14 يوم تقدر تعمل اللي انت عايزه، تبدل تعمل تسوي، لان التيكت بيبقى عليه وبيبان الحاجه ملبوسه او مش ملبوسه. فاحنا فكره انك تدخل كده محل وتلاقي بتاع البضاعه لا ترد ولا تستبدل، يعني احنا بندبسك، لان اكيد قانون حمايه المستهلك ما بيقولش كده. اي حاجه المفروض يبقى عندك 14 يوم. فبنبقى حريصين جدا جدا على ان احنا نقيس، مع انها دي حاجه بكرهها، فكرة انك تدخل كده مكان وتغير هدومك وبتاع، وحتى ما مش هتبقى بتلبس جزمتك ولا واقف قدام مرايتك ولا بتشوف مثلا كده وكده، يعني ما بتبقاش حاجة. والسعودية مثلا من البلاد اللي منع البروفات، ما فيش بروفا او ما فيش فيتنج روم او ما فيش الأوضة اللي بتقيس فيها في السعودية. يدوك الحاجة وعايز تقيس روح قيس في الحمام، حمام السيدات. اولا فكره ان الكاميرات كانت محطوطه جوه اوضه البروفه، لا لا مفيش كاميرات كانت محطوطه جوه اوضه البروفه. فكره ان المحل ده بيصور الستات وهم عريانين ويتفرج على حاجه وكده، لا ده مش حقيقي برضو. فكره ان الست دي شهرت بالمحل، لا ده مش حقيقي برضو، مش حقيقي خالص. ست محترمه جدا 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 وما عملتش اي حاجه غير انها كانت رايحه تشتري فستان. ولكن سوء التفاهم جه منين بقى؟ ويمكن دي حاجه انا عايزه استقبل تليفوناتكم عليها، تقولوا لي صح ولا غلط. انا دلوقتي كمحل عايزه امن نفسي في ان انا حاطط كاميرات عشان السرقات اللي بتحصل. خلاص، هو المحل دورين، دور اول ودور تاني. الدور الاول محطوط فيه كاشير ولبس، وبعدين البروفا او اوضه اللبس محطوطه فوق في الدور التاني. يعني ده معناه ان اللي بيدخل المحل من الشارع ما بيشوفش الستات اللي خارجه من اوضه اللبس، ولكن ممكن راجل يدخل مع مراته يطلع فوق عادي. فالراجل حاطط كاميرات عشان يبقى مراقب المحل، عشان لو حصلت سرقه او حصلت حاجه يبقى عنده الموضوع ده. ولكن شاء القدر ان في كاميرا موجهه ناحيه اوضه البروفات، يعني لو الستاره جت كده ولا كده. وبعدين كل الستات اللي هتسمعني دلوقتي فاهمه انا بقول ايه. لما حد بيجي يغير هدومه او يقيس فستان، عمرك ما بتشوفي الفستان ده جوه البروفا، لان البروفا دي بتبقى نص متر في نص متر، فانت عايزه تشوفيه من بعيد وعايزه تدوري وتشوفي ظهره وعايزه يعني عايزه تشوفيه في مرايه كبيره. فعشان كده وحتى في المحل ده حصل كده، ان قدام الاوض بتاعه تغيير اللبس في مرايه كبيره جدا، لان طبيعي جدا ان الست بتخرج بتبص في المراية. في كل الأماكن بتاعت بره بيبقى في كاميرات في كل المحل إلا منطقة البروفا دي، بيبقى عاملين زي طرقة كده وفي أوض البروفا واقفة واحدة ست ماسكة أرقام 1 2 3 4، هتعد كام حتة معاكي وتديكي مثلا رقم 4 او رقم 3. انا بكلمكم على انجلترا وامريكا واوروبا، وفي في بعض البلاد العربيه في دبي و لما بتيجي تخلصي انت قياس بترجعي بتديها الاربع حتت وبتديها الرقم ان كان معاكي اربع حتت او كان معاكي ثلاث حتت، لان دي الحته الوحيده اللي ما ينفعش تحط فيها كاميرا، ان كل الناس عارفه. اقفلي لي السوسته، اقفلي لي الزرار، تطلع يطلعوا الستات مع بعض، ايه رايك في ده ايه رايك في ده، وخصوصا ان هم ممكن يبقوا محجبات، فممكن تبقى قلعه الطرحه، ممكن تبقى لابسه حاجه بنص كم بتشتريها عشان تحضر بيها حنه صاحبتها، ممكن يبقى فستان قصير جدا جدا عايزه تشوفه مثلا. هتقولي طب ما هو ممكن يبقى في حد غريب في المحل فوق، راجل مثلا بيشتري مع ست. كلنا، انا بقول على اللي بيحصل، كلنا بنروح فاتحين الستاره كده ونشوف في حد في المحل او لا. وخصوصا ان هقول تاني ان الدور اللي فوق ده مش الدور بتاع الشارع، ده دور لوحده كده اللي الناس بتقيس فيه. فطبيعي جدا جدا ان انا لما اخرج من اوضه البروفا وانا محجبه وشلت الطرحه ولابسه فستان ايا كان بقى بنص كم بحمالات ايا كان، بشتريه بقى لحنه صاحبتي، بشتريه لجوزي، بشتريه
وكل اللي موجودين في المحل بياعات ستات، اللي موجودين في الدور ده بياعات ستات. وطلعت بصيت في المرايه وفجاه ضربت عيني لقيت كاميرا بتصورني. لا عايزه اقول لكم حاجه، ولا محجبه ولا حاجة. انا ريام سعيد رايحه محل اشتري هدوم ولبست فستان، يعني دايما انا مثلا اشتري فستان اصوره وابعته مثلا لجوزي اقول له ينفع ولا ما ينفعش، مش عارفه ايه. افرضوا انه ما ينفعش، افرضوا انه شكله مش حلو عليا، افرضوا ان انا قعدت ابص مثلا او اتدور او اعمل اي حاجه، مش هبقى حابه ان في كاميرا صورتني. ومنين اثق ان عامل الامن او المدير او هيقعد قدام المراقبه دي وما يتفرجش على الشريط ده بقى ويقعد يتسلى؟ المحل ده مش كده، تاني بقول المحل ده مش كده، مش دي نيته. ولكن انا بقول لك انا كواحده ست اتحطيت في الموقف ده، وانا اهلي صعايده وعيله كبيره جدا، وانا بنت ناس قوي 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 ومحترمه قوي قوي قوي، وجوزي شديد جدا جدا جدا، وانا فجاه ضربت عيني لقيت حتى لو الستاره اتعملت كده شويه الكاميرا جايباها، زاويه الكاميرا كاشفه البروفا، لو بس الستاره اتزحزحت اكيد هتضايق وهأصاب بالرعب، خصوصا في عصر الفيسبوك واليوتيوب. واللي حصل انها اتصلت بجوزها وقالت له تعالى الحقني، دخل جوزها طبعا راجل محترم جدا جدا جدا، ومتهيألي ان اي زوج في الدنيا، مش اي زوج في الدنيا عشان ما بقاش برضو في ازواج تقول لك طب ما عادي ايه المشكله، هي مش المفروض تطلع مثلا من البروفا، بس اللي بيحصل ان احنا بنطلع من البروفا، واللي بيحصل ان احنا بنحتاج مرايه كبيره نبص فيها، واللي بيحصل ان بيبقى في امان في المحلات بتاعت بيع ملابس الستات وان البياعات ستات، ان احنا بناخد راحتنا في ان احنا نقيس ونعمل. وهنشوف من نوعيه الفساتين اللي موجوده ان مش كلها تتلبس في الشارع، يعني في حاجات انت ممكن تجيبها تبقى ليك كده في البيت للزوج، زي ما قلت لكم حنه، حفلات ستات، بس اي حاجه. انا مش ممله والله، بس انا بحاول اقول لكم التفاصيل قوي لان المواقع هبلت قوي وظلمت الطرفين جدا. فست كلمت جوزها عشان يلحقها لانها مسؤوليه. فجوزها جه طبعا متعصب جدا جدا جدا، عمل الشريط لقى فعلا ان مراته طالعه في الشريط، وما كانش باين منها حاجه قوي، ولكن الكاميرا الزاويه جايباها يعني، وهي محجبه، فهي جايبها مش محجبه، وده بالنسبه له طبعا كارثه. وانا معاه، ومفيش اي حاجه اغلى من انك تبقى غيور جدا على مراتك، لان هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم كل الاديان بتقول ان الراجل اللي ما بيغيرش على مراته والراجل اللي هو يقوله ايه يعني وعادي وبتاع، احنا عارفين بيسموه ديوس، صح؟ فهو الراجل ان هو راح المحل ما كانش رايح بنيه التهجم، ما كانش رايح بنيه ان هو يضرب حد، ما كانش رايح بنيه اي حاجه خالص، ولكن لما شاف الشريط وتخيل ان ده مقصود، وتخيل ان ده مقصود وهو مش حقيقي، اتعصب وقامت خناقه وضربوا بعض. وضربوا بعض جامد، واحد يعني في الطرف ده ايده وتر اتقطع، الزوج واخد 17 غرزه، يعني خناقه كبيره. اللي حصل ان الست اتصلت بالنجده عشان الخناقه اللي حصلت، راحوا القسم فضلوا يطمنوها. عندنا تقليد للاسف القانون، برضو للاسف القانون، ان انت بتدخل القسم ايه الحكايه، فده بيحكي وده بيحكي. ممكن ابقى انا اللي مظلومه وانا اللي طالبه النجده وانا اللي قايله لهم يجوا يلحقوني، وفجاه انا اللي البس تهمه. عشان كده في ناس كتير قوي بتفضل انها تاخد حقها بايديها عن ما تروح تعمل محضر، لانها بتلاقي نفسها في الاخر ان ممكن تطلع هي المتهمه. وتاني بسرعه جدا هقول، يوم ما رحت مستشفى في العجوزه عشان اخد عينه دم مع عيانين عشان اروح المصل واللقاح اجيب اكياس دم، والست تخيلت ان انا بصورها بالموبايل، لان طبعا المكان كان زباله، وقالت لك انت بتصورينا ومش عارفه ايه وبتاع، واحتجزوني وقعدوني على كرسي وقفلوا بيبان المستشفى وكانوا عايزين يربطوني وبتاع، ورحت مكلمه النجده وجم خدوني على ان انا بينقذوني. رحت هناك لقيت نفسي متهمه
ان انا اقتحمت المستشفى وان انا تعديت عليهم وان انا مش عارفه ايه، وكنت هبات في القسم وكنت هتعرض على النيابه وكنت وانا اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله رايحه اجيب كيس دم ولا صورت حاجه. ما احنا كلنا عارفين المستشفيات خرابات، مش معلومه جديده يعني. ولو عايزه ابعت حد يصور هبعت واحد بخمس قروش يصور، مش هروح انا بنفسي اصور يعني بالموبايل. واتحطيت في موقف ان انا لازم اتنازل. الست دخلت متخيله ان ليها حق ومتخيله ان الناس كلها اللي في القسم هتغير عليها و و و، فوجئت بالطرف التاني بيعمل لها محضر انها سرقت 30,000 جنيه. انا بكلمكم عن ست محترمه جدا وزوجه وام وعيله كبيره جدا 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 ومحترمه. ويمكن احنا بنذيع اللقاء ده عشان لازم نقول ان هي ولا قصدت تشهر بحد ولا قصدت انها تعمل مشكله ولا اي حاجه، ولكن طبيعي جدا 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 ان اي حد يتخض من حاجه زي دي. زائد كمان ان احنا لازم نقول ان الست دي ما خدتش حاجه، والست دي ما سرقتش، والست دي لما رحنا المحل خدنا اعتراف كامل من المحل انها ما خدتش حاجه منهم وان كل اللي اتعمل ده كيدي. هتقولي هم قالوا كده؟ اقول لك ايوه، هنفهم من التقرير ان كل الحكايه كانت حاصله ان الست ما خدتش حاجه خالص، وان ده اتعمل بس كده ايه عشان خناقه. يعني كل ما اقول له هي خدت منك 30,000 جنيه يقول لك انا وتر ايدي اتقطع. للاسف الشديد، للاسف الشديد ممكن اي حد يدخل دلوقتي اسمه وانا معاكم على الهوا هنا يقول لك ريام سعيد ضربتني بشومه وخدت 17 غرزه، وحصلت قبل كده في اسكندريه. يعني رحت لسياده وكيل النيابه قلت له انا ضربته عملت له 17 غرزه ازاي؟ يعني انا ايدي قد ايه ولا 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 قوتي قد ايه ولا 17 غرزه ليه؟ ازاي؟ والتاني برضو اللي مش عارفه ضربته بايه؟ يعني اي حد لو متضايق دلوقتي من ريام سعيد يدخل اسم يقول لك انا محضر تحرش، محضر قتل، محضر، ومفيش قانون يقول ان يجب ان يكون هناك قناعه شخصيه للراجل اللي قاعد بيكتب المحضر او واقعيه. لا، هتنزل وهتروح النيابه وهتتبهدلي وقضيه. اي حد هيفتري عليكي في مصر هينجح. وانا بترجى وزاره الداخليه وبترجى النيابه وبترجى كل الناس ان لازم الموضوع ده يتحل، ان مش اي حد شريف يعرض نفسه انه يدخل اسم او نيابه او 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 لمجرد ان حد متغاظ منه او زعلان منه او مشاه من شغل او وينتقم منه في ان هو يعمل له قضيه ويعمل له ويعمل له، والجرايد تكتب والمواقع تكتب وسمعتك تضيع. مش صح، مش صح ابدا. لازم يكون في كلام بيتقال موزون ووقائع قبل ما اعمل المحضر، والمحضر ده يروح النيابه والنيابه تنزله جلسه. يعني في لازم يكون في سلطه عند الداخليه ان لما يجي حد يقول لها كلام اهبل تقول له امشي ده كلام اهبل، عشان ما حدش يقع في المواقف الوحشه دي. انا وقعت فيها كتير فخلاص جبتتي نحست. لكن انا بتكلم، انا يمكن بتكلم بحرقه عن الست دي عشان الست دي بتمثلني وبتمثل كل الناس. ما ينفعش اروح اطلب حقي فلاقي نفسي مدانه، ما ينفعش اروح اتضايق من حاجه فاستنجد بالشرطه فنام في الحجز يوم. ايوه نامت، ايوه باتت في القسم، باتت في القسم، باتت في القسم، وسابت ابنها الرضيع يومين ما بياخدش لبن. وتاني هقول المحل ما كانش عنده نية سيئة أبدا، ولكن أنا معاها إن توجيه الكاميرا بهذه الطريقة ما ينفعش. النية كانت سليمة ولكن التصرف غلط. أنا مثلا عن نفسي دلوقتي لما أدخل أي محل لو لقيت يعني هبتدي أخد بالي. يعني النهاردة لسه كنت بتكلم يعني مع جوزي بقول له انا عمري ما خدت بالي ان محلات الهدوم فيها كاميرات. قال لي ازاي يعني تبقى مليانه كاميرات؟ لا، ده انا هاخد بالي جدا بعد كده ان فعلا كلنا بنقيس هدوم ونطلع ونلف بيها، وخدي اقفلي لي السوسته، لا خدي اعملي لي مش عارفه ايه، واللي ماشي حافي واللي ماشي من غير طرحه ما ينفعش. امن نفسك باي حاجه، امن نفسك باي حاجه، بس بلاش المكان اللي بيتقاس فيه الهدوم. زي ما قلت لك اعمل ارقام ووقف واحده، الاربعه اربع حتت اللي يدخلوا هم الاربعه اللي تاخدهم، حتتين اللي دخلوا معاها رقم، معاها رقم بلاستيك كده بيبقى اتنين مثلا، اديها اليافطه دي وقول لها معاكي حتتين، هترجع لك باليافطه والحتتين، رجعت بحته واليافطه يبقى سرقت حته. لكن ما توجهليش كاميرا بيقول لي النهارده
طب وايه يعني، ما احنا ما بنرجعش للحاجات دي غير لما بيحصل مصيبه، فنبتدي نرجع للكاميرات عشان نشوف. طب وانا ايش ضمني؟ انا ايش ضمني انك ما بتقعدش تتفرج غير لما، ايش ضمني ان ما عندكش عامل نظافه مثلا قال لي في باسورد؟ طب يا عم الباسورد معاك انت، انت مدير محترم، ممكن اقع في محل تاني في مدير مش محترم. يا اما ما نقيسش بقى في محلات وتشيلوا لنا بقى لا ترد ولا تستبدل، دي نروح نقيس في بيوتنا بمزاجنا. السؤال بقى اللي هساله لكم، الست غلطانه انها بلغت؟ هل الست ينفع انها تروح تطلب حقها فيتعمل لها محضر سرقه فتبات في القسم وتسيب ابنها الرضيع؟ هل ينفع انزل اشتري فستان فلاقي نفسي نايمه في قسم؟ هل ده ينفع؟ هل يعقل ان في محل يتسرق منه 30,000 جنيه من غير سلاح، من غير حاجه، من غير بتاع، ما دخلتش مثلا بالمسدسات بقى وسلم نفسك واديني 30,000 جنيه وبتاع؟ يعني لما اروح واحد يعمل لي محضر زي ده، الراجل اللي بيكتب هيبقى عارف انه بيكتب محضر كيدي، هتبقى عارف. والمحضر ده لو الطرف التاني ما تنزلش هيروح النيابه وهينزل جلسة وهيتعمل لي قضية سرقة، وقضية السرقة دي بتبقى شرف. ازاي نقدر نضر كده ونأذي كده؟ ازاي؟ ازاي نقدر نظلم كده؟ من فضلكم القوانين، من فضلكم سمعة الناس، من فضلكم أعراض الناس، من فضلكم والله العظيم بخاف، والله وأنا ماشية بخاف لا أتخانق مع حد، لأن أكيد أنا اللي هطلع غلطانة، أكيد أنا اللي هطلع غلطانة، لانه ممكن يقول اي حاجه، واي حاجه هتتكتب في الورق، واي حاجه هتتقدم، واي حاجه هتنزل قضيه. لازم يتشاف بيها صوره اللي هي تدخل اي اسم يقول لك ايه، يا تتنازلوا انتوا الاثنين يا هنمشي المحضرين. طب ما انتوا بتبقوا عارفين ان محضر قدام محضر، اي محامي يقول لك ايه يا عم ما تشيلش هم محضر قدام محضر وتخلص. هيتنازلوا هنتنازل، مش هيتنازلوا نشوف بقى مين اللي نفسه اطول. ايه ده؟ كل الناس اللي في الداخليه عارفه ان كلامي صح، كل المحامين عارفه ان كلامي صح. لازم تتغير الحكايه دي، لان فيها ناس محترمه بتروح، فيها ناس محترمه جدا بتروح. وهذه السيده المحترمه اللي بتمثلني وبتمثل كل الناس ما ينفعش كان يحصل معاها كده. وتاني هقول المحل ما قصدش حاجه مش كويسه، ولكن الزوج غصب عنه، غصب عنه كان يعني استاء جدا من الحكايه، وهي حاجة تضايق بصراحة. تعالوا نروح نشوفها بقى. موجودين دلوقتي داخل او قدام المحل اللي انا مش شايفه ان هو اتشهر بيه ولا اي حاجه، لان هو كله زباين ومفيش اي مشكله. انا جايه بس يقال ان الكاميرات اتغير توجهها، يقال عايزه بس اقول حاجه، ان ممكن تكون النيه ان هم كانوا بيراقبوا عشان يشوفوا اذا كان في سرقه او لا، ولكن هي غلطه جسيمه انها تبقى متسلطه على اوض البروفا. فين المدير؟ انا محمد عبد المحامي. المحامي اهلا بيك. فين مدير المحل؟ انا مسؤول عنه. مسؤول عنه ازاي يعني؟ المدير مش موجود للاسف، المدير الموظف فطبعا مش عاوز. طب احنا جايين لحق الرد، المدير موجود ولا لا؟ أنا لا انا في طرف وطرف تاني، الطرف التاني ده مدير المحل اللي كان موجود في الواقع، حضرتك ما كنتش موجود في الواقع. انا بقى محامي وحاضر معاك. حضرتك محامي على عيني وراسي، انا مش وكيل نيابه. ما هو للاسف ان المدير برضه راجل موظف. المدير موجود، المدير كان لا المدير كان موجود وشاف اللي حصل، وبعدين هو طالع في الفيديوهات كلها اللي موجوده على الانترنت، فاحنا جايين كده. انا عملت اللي عليا، في حق رد للمحل. حضرتك مش طرف؟ لا انا طرف. لا حضرتك طرف، حضرتك طرف وكيل النيابه.
مش طرف قدام الاعلام. ما اقدرش اعتبر حضرتك صاحب المحل، ما اقدرش. انا في الموظفه اللي كانت موجوده دي تسالني الواقعه ومصوره اللي انت عايزاه، واعتبريني مش معاك. الموظفه اللي كانت موجوده تعمل ايه؟ احكي لك اللي حصل. شوف الكاميرات وشوفي الاوض. لا الكاميرات مش هشوفها، لان الكاميرات زمانها اتوجهت خلاص في حته ثانيه. بقى الكاميرات موجوده عندنا. لا الكاميرا موجوده عندي انا في الفيديو، متوجهه على البروفا، على بوت البروفا، اه مش داخل البروفا. ايوه يا فندم، ما هو ده، ما هو في جميع العالم كله الممر بتاع البروفا ده بيبقى واقف قدامه ست بتاخد الحاجه وبتعدها وترجع لك، لان الحته الوحيده اللي ممنوع يتحط فيها كاميرات في المحلات الباساج بتاع البروف، لان كل الستات المحجبه وغير المحجبه بتطلع من البروفا وهي مش لابسه تبص في المرايه. طيب انا حابب انك تطلع تعمل معايا. ايوه معايا. ما احنا معانا الفيديوهات، انا عايز اعرف الخناقه حصلت ازاي. تحكي لي. طيب قولي لي حضرتك، اول ما دخلوا هما كانوا بنتين، دخلوا عندنا المحل، طلعوا فوق وخدت الفستان على طول، دخلت البروفا قفلت على نفسها الستاره، فهي ما كانتش عارفه تقفل السوسته بتاعه الفستان، ندهت للبنت اللي هي كانت واقفه حد يجي يساعدني في قفل السوسته، قامت البنت بتساعدها في قفل السوسته، فقامت بصت كده لقت الكاميرا، لقت الكاميرا بس بعد ما خرجت من البروفا، يعني هي فتحت الستاره خرجت عشان البنت تظبط لها السوسته، هي قالت كده في قلب الصاله. هي سرقت 30,000 جنيه. ايه سرقت 30,000 جنيه؟ هي حضرتك هم دي شهاده قدام ربنا، هي سرقت 30,000 جنيه. اسمعيني من اللي انا اقول لك. طب انا بسالك سؤال ردي عليا، سرقت 30,000 جنيه؟ انا ما شفتش فلوس ان هي سرقت حاجه. بغض النظر عن اللي حصل، ممكن يكون نيه حضرتك انك كنت حاطط كاميرات عشان السرقه. كاميرات اي محل موجود فيه كاميرات، بس مش في لسه بفهم، بقول له النيه ممكن تكون كانت يعني النيه كانت مش حاجه وحشه، بس ما ينفعش كاميرات تتحط في الممر، يمكن حتى تبقى رساله بعد كده لكل المحلات اللي عامله كده ان ده غلط. انا ما عنديش كاميرات في الممر، دي صاله المحل يعتبر. طالما خرجت من البروفا يبقى مش هي. لا ده الكلام ده فوق فوق، وهنا ما فيش كاميرات. بس احنا معانا فيديو مش حتى دي صح؟ دي البروفات اللي بتتكلم عليها، دي الكاميرا اللي هي بتتكلم عليها حضرتك. مدى الكاميرا اساسا المجال بتاعها يعني اكتر من حوالي 10 متر. وبعدين الكاميرا قدامها قمر ساقط. هي بتقول ان هي لما دخلت بصت على الشريط لقت ان في ناس فعلا بتطلع من البروفا مش لابسه، لان ده محل ستات. كلها موجوده. كل حاجه موجوده ما اتشالتش. يا فندم يا فندم اتفرج على الشريط دلوقتي. موجود التسجيلات كلها موجوده زي ما هي. هي سرقت من حضرتك 30,000 جنيه؟ المحضر اللي اتعمل بس هو بعد كده. هي سرقت من حضرتك 30,000 جنيه؟ لا لا، هو المحضر اللي اتعمل كان فيه سرقه فعلا، بس لما خوتوا الاجهزه الفلوس وقعت ورا الرج، وبعد كده البنات لقوها. لا انا قلت في الموضوع ان ممكن تكون الكاميرا محطوطه بنيه صافيه، ولكن هي غلط. ولكن هي غلط ليه؟ لان انا ست وبروح محلات، لو انا عمري ما طلعت من البروفا دي لابسه، يعني اطلع من البروفا لازم هبص، حتى لو فستان عريان شارياه مثلا، لو محجبه شارياه لجوزها مثلا، خلاص ده محل ستات والبياعين ستات. لو انا دلوقتي واحده محجبه وقلعت الطرحه واخده راحتي في المحل مش صح. المحل كله فيه كاميرات. لا ما هو مش صح انك تحط كاميرا موجهه للحته اللي انا بقيس فيها هنا، لان حضرتك حاطط مرايه هنا، فانا طبيعي ان انا هطلع من البروفا كده ابص هنا. كل ستات مصر عارفه ان الكلام اللي انا بقوله ده صح، انا ما بقولش نيه حضرتك كانت سيئه، انا بقول لحضرتك انها ممكن تكون غلطه موجوده في محلات كتير، ممكن تكون الواقعه دي حصلت عشان نقول محلات يا جماعه مفيش كاميرا تتسلط، لان انا عمري ما هعرف اتفرج على فستان وانا قافله على نفسي كده، لازم هطلع وابص كده واعمل كده واعمل كده. وانا حتى لابسه حضرتك حاطط دلوقتي فستان مبين البطن، ده تمشي بيه في الشارع؟ حضرتك ده هتمشي بيه في الشارع؟ امال هتمشي ورينا كده كوليت.
حضرتك تعالي اتفضل. حضرتك مرات حضرتك تطلب بس كده؟ مالكش دعوه بمراتي. اخت حضرتك؟ انا بتكلم مع اي حد. ده فستان. ده هيتلبس في ده فستان سهره. لا حضرتك اكيد مفيش حد هيمشي في الشارع كده. ده فستان سهره بقى. لا في 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 ناس ممكن تحضر محجبه تحضر حنه كده. معلش عشان بس انا بس عايزه اقول لحضرتك حاجه، ان في الاخر بعد ما حصل كل ده وحصل سوء تفاهم، حضرتك ما كنتش حاطط كاميرا، بس ايه اللي وصلها للضرب؟ هما اللي بدلوا بالاعتداء بعد ما شاف هو أول. عشان حضرتك قلت لهم ما تعملوش ايه؟ لا هو اول ما دخلت المحل بيقول لي بقول له مين حضرتك؟ قال لي انا جوز المدام. قلت له طب لو عندك مشكله ولا حاجه حضرتك بلغ الاسم وانا موجود. قال لي انا ما بحس. ايه قالت كل الكلام ده؟ فكرني ما كذبتش. قال لي انا قلت له ما بحس خلاص تعالى. فتحت له الباسورد بتاع الجهاز وشاف الشريط اللي كان فيه الحاجات دي. الكاميرا ما كانتش جايباها وهي مش محجبه؟ جايباها بس انا بقول لحضرتك ان ممكن بس ان احنا فعلا ده تبقى فرصه توجيه للناس ان الكاميرات ما تتحطش مسلطه على البروفايل بس. هو انا الكاميرا واخده محيط. بص حضرتك كده كده هتشوف الجهاز تحت واتجاهه. الكاميرا محيطها واخده الجزء ده كله، السلم اللي طالع الجزء بتاع ده الفساتين دي والجزء اللي هو البروفتين الاخرى دول. انا لو عايز اصور لو عايز اعمل حاجه ده محل ستات وفي منهم محجبات وفي اقل فستان مثلا ب 1000 جنيه معرض للسرقه، ومع ذلك فعلا بتسرق. يعني ازاي ما يبقاش في كاميرات؟ استاذ ريهام انا طالب بس طلب لو سمحت عشان تحقق. انا لو عارفه ان انا هتصور وانا بقيس حاجه حتى لو حشمه وحضرتك بتصورني وهترجع بعد كده يبقى عندك فيديو لحاجه انا لابساها، انا هتبقى كارثه بالنسبه لي. يعني زي ما انا اجي حضرتك دلوقتي اقول مثلا فستان ده عاجبني، فستان ده ممكن اكون انا كريهام سعيد مثلا وهو شفاف كده البسه في حنه واحده صاحبتي، بس ما البسوش مثلا في الشارع. هو هبقى انا متصوره عند حضرتك لابساه تحت وانتوا رجاله برو مش خارج البرو. مفيش والله العظيم. حضرتك صاحب محل ستات وانت عارف اللي شغالين. محدش الزبونه بتخش بتقيس في البروفا، البنت بتخش البروفا نفسها وتقفل الستاره عليها وتقفل لها السوسته. بس عمرها ما هتقدر تعرف الفستان حلو ولا لا في الحته اللي قد كده. بس ما بقولش ان نيت حضرتك وحشه، انا بقول بس ان حتى كمان ممكن يكون غلط منهم، ممكن ان الموضوع كبر قوي كده. هو احنا ما عندناش غلط. اللي يقطع الكلام بينه التلفزيون اللي تحت او الكاميرات اللي تحت مصوره ايه؟ تعال اتفرجي على الصوره. صورتها وهي طالعه. يا فندم الست دي ست محترمه واكيد لما جت وانتم محترمين ولما جت تشتري فستان اكيد ما كانتش عايزه تعمل مشكله. فانا دلوقتي هو مثلا اتعمل لها محضر سرقه وهي ما سرقتش وباتت يوم في الحجز وباتت بالنسبه لها ان شعرها بان على كاميرا قدام راجل، ده بالنسبه لها غلط. يا فندم مش في حد بيشوف تحت. مفيش حد بيشوف. تعالي شوف ما حضرتك عاملها ليه؟ ما حدش بيشوف. انا لما بتحصل سرقات هنا في المحل بيرجعوا للفيديوهات. يعني هو ساعتها المدير او كان موجود قال لها ما حدش بيشوف الحاجات دي غيري؟ لا يا فندم، انا اللي صدر مني لما بيسالني بيقول لي مين بيقعد هنا، قلت له ما حدش بيقعد هنا. الحاله الوحيده اللي بنفتح فيها الكاميرات لما بيبقى في حاله سرقه مثلا او مشكله بتحصل في المحل، الحاله دي بنراجع الكاميرات. لكن اساسا الاوضه يعني ما تجيش عرضها متر. تعالي شوفي المكان. انا رايي مش مهم، بس انا ما احبش اتصور في محل وانا لابسه فستان. او حضرتك بتقولي الكاميرات مش الكاميرات، لو هي خارجه وماشيه في الصاله زي ما انت بتقولي وزبون طالع مثلا او واحده وجوزها، ما طبيعي ان هي اشوفها وهي في الصاله. هي ماشيه في الصاله، هي خرجت من البروفا. هو بيطلع حد وراجل؟ اه طبعا طبيعي. واحد هو ومراته مثلا هتقيس فستان ولا هتتفرجوا على فستان، زبون هيشتري هديه لحد، طبيعي ان هو يدخل. ما اقدرش امنعه اقول له لا ممنوع. ما تقدرش تمنعه؟ في ناس بتقيس هنا؟ لا هو اللي بيتفرج بيبقى بعيد عن المحيط ده. فاهماني؟ راجل هيبقى بعيد خالص. لو في حد في البروفات حضرتك بتقول هو هيبقى بعيد، ولو هي لو عارفه في راجل بره مش هتخرج. بس ما تبقاش بتتصور غصب عنها. مش فكره التصوير غصب عنها، انا بسال. او حضرتك تحط يافطه تحت تقول المحل مراقب بالكاميرات والناس يبقى عندها. بصي انا عمري ما ده انا بقول لها ده انت شارلوك هومز. انا عمري في حياتي يعني بعد كده هبقى اخلي بالي، بس انا عمري في حياتي ما كنت هاخد بالي. انا بس يا رجاء الواقع اللي احنا شفناها وهي عريانه وشفناها وهي متصوره عريانه يا فندم. هي لا هقول لحضرتك لا انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه. هي شافت كاميرا فتخيلت او اتضايقت انها اتصورت، لكن هي اتهمت بالسرقه ظلم. احنا مش بنتكلم لا انا بتكلم على ان رد الفعل كان فيه افتراء. بص
يا انا دلوقتي اولا ما في 17 غرزه هناك برضه. هم اللي بداوا في الاعتداء ده، هو اللي خبط نفسه بالازازه. يا فندم يا حضرتك محامي وبتاع قانون وبتقول وبتقول ان في حاله ان هو يتضرب يفتري على حد؟ لا لا ما يفتريش، ولا اولا انا عايز ياخد حقه بانه يعمل محضر سرقه. بس هو بيقول الحقيقه، اما في اللحظه دي اما ضعف انا معترضه، انا معترضه. هو اتضرب وعمل، كان يروح يعمل محضر ضرب، مش يعمل، مش يعمل، مش يعمل يا فندم محضر سرقه الواحده ست. يا فندم هقول لك على حاجه، انا لما يبقى في فلوس متشاله عندي وفجاه ما حدش يلقاها، الاستاذه اللي معايا المحضر ده اكيد اتعمل كايد. لا مش كايد، البنت اولا كانت محطوطه دفعه للكهرباء تحت حساب الكهرباء، وكان في دفعه المفروض ان هي تروح للمكتب، دفعه 5700 ودفعه الثانيه 22000 جنيه كانوا محطوطين فوق الاجهزه، لان الحته دي ما حدش بيدخلها اصلا ومقفوله. لما جت الهزه واللي وقعدوا يخبطوا في الحاجات، فلوس وقعت ورا الجهاز. فبعد كده بتسالني بتقول لي، بقول لها الفلوس فين؟ لما افتكرت قالت لي مش موجوده. قلت لها ازاي مش موجوده؟ الكلام ده وانا في المستشفى. فين الجهاز؟ موجوده يا ست، تعالي اتفرج. يا حياتك بتقول الفلوس كانت محطوطه هنا ووقعت فين؟ فوق الجهاز. وقعت فين بقى؟ وقعت ورا الجهاز. روح يا فندم. يا حياتك رحت عملت محضر السرقه من غير ما تدور ورا الجهاز؟ لا، هي البنت فتحت كده بقول لها الفلوس فين؟ شافت البتاع ده مفيش فلوس، فقالت الفلوس مش موجوده. فثبت الواقع، واقعة السرقه بناء على الكلام ده، محضر التلفيات. دي الكاميرا صح؟ دي الكاميرا. شغل هو شغل الكاميرا كله بالنسبه للبروفه برضو. طب الكاميرا بص حضرتك جايبه ايه؟ يعني لو انا بفتح ده عشان اوري واحده صاحبتي مثلا او عشان اعمل اي حاجه، فتحت الستاره السنه دي انت شايفني برضو. طب حضرتك ما باقي البروفات؟ باقي البروفات اهي، البروفه اهي. مش مهم، انا دخلت ده محيط كاميرا، انا دخلت كاميرا. انا دخلت البروفه دي، حضرتك شايفني كده؟ ايوه يا فندم حضرتك شايفني جوه البروفه. لو انا فتحت سن عشان اوري واحده صاحبتي او افرجها، حضرتك شايفني برضه يا فندم. لو انت مفيش حاجه، لما انا اعترف ان الكاميرا محطوطه في حته غلط. هو بقره الكاميرا بقرتها واسعه استاذه، جايبه مكانها محطوطه في حته غلط يا استاذه. ولو عايز يا فندم، هي جايبه البروفه. لو هي محطوطه في غرفه عشان النهارده، عشان اتفضل يا فندم اتفضل اهو. ماشي ماشي يا ست، مفيش اي مشكله. ايه انت شفت ايه؟ انا دلوقتي فاتحه وبوري واحده صاحبتي او بتاع. سعادتك كملي الفيديو واتفرجي عليها. ازاي ايه اللي شاف منها؟ ايه اللي شاف منها وهي طالعه بعد الستاره؟ بتكلم عليها هي، انا بتكلم على اي واحده ثانيه. انا بتكلم على اي واحده. على حضرتك لو حضرتك المقصود بيها زي ما هي بتقول ان هي بتتفرج على، هو اللي هيسرق يعني هنا. طب انا عايز اخش البروفه يا استاذه، وبيغير وبيشيل كل حاجه. بيخش وبيتغير، وعندنا محاضر كتيره جدا جوه البروفه. طبعا جوه، وبيشيل وبيطلع بحتت وبيقطع الزرار جوه البروفه. طيب انا بقول بس انا ما بصورش جوه البروفه ولا ليا دعوه. هي في اول الدقائق ان هي بتعمل، قصدي الكاميرا في الحته دي مش هتعرفك الحرامي يعني. لو هي بتسرق جوه البروفه، انا هو انا حاطط الكاميرا عشان الحراميه بس، ولا عشان اشوف محل بيتم ازاي؟ دورين لازم انا اتابع المحل بتاعي شغال ازاي. وبعدين لو الغرض زي ما هي بتقول، طب فين باقي البروفات؟ لا انا بقول، انا بتكلم، انا بقول لا هم قالوا ضربوا، هم قالوا ضربوا. اصل هقول لحضرتك حاجه، انا النهارده لو جيت جوزي مثلا قلت له اصل انا كنت بغير ولبست فستان واتصورت، هيجي يكسر المحل. اتصورت ازاي؟ شفت الصوره ساعتها؟ اي لو سالنا اي واحد ماشي في الشارع دلوقتي يا استاذه ولا اي حاجه. انا بقول لحضرتك خلينا يا فندم في النوايا برضه. حضرتك بتتكلم بصيغه ان انا بقول لك نيتكم كانت وحشه او انكم كنتوا بتصوروها ليه. انا بقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك حضرتك بتتكلم بصيغه دي، انا بتكلم بصيغه ثانيه. ايه الصيغه دي؟ ده اتهام. هي من اول حضرتك يا استاذه، هم ناس صعيده ومن عيله كبيره في الصعيد. احنا نفسنا صعيده خلاص. اولا انا بقول لك، لو انا اتصورت بالفستان اللي مبين البطن ده، وكنت طلعت ومش واخده بالي ان في كاميرا، كان ممكن يجيني. لا، اولا البنت اللي بقى واقفه على البروفات بتنبه على العملاء، بتقول لها حضرتك لما تيجي تفتح الستاره وتبدا خارجه، تقول لها حضرتك في كاميرات في الصاله. طب ما قالتلهاش ليه؟ قالت لا، وهي ما خرجتش يا فندم. قالت لها ازاي يعني دي كاميرات؟ قالت لها كاميرات. هي اللي قالت الكاميرا دي؟ لا يا فندم، البنت قالت لها، قالت لها ان هي كاميرات، وهي لما قالت لها كاميرات شدت الستاره قبل ما تخرج. هي ما خرجتش من الفستان، هي تانية صاحبتها اللي خرجت. هي
لا ما خرجتش ما خرجتش فيديو موجود عايز اتفرج عليه فنان كل اللي قبل كده كان في ناس مش لابسه لا يا فندم الفيديو كلها موجوده بتاعت الاغنيه كلها عايز اتفرج عليها عايز اتفرج الفيديو بالايام كلها ممكن تغير الاتجاه بتاعك بتغير بامان الاتجاه ده اه مشاكل مفيش مشكله انا جايب البروفا انا بصراحه يعني انا بصراحه ضد ان انا اقيس في حته ويبقى فيها كاميرا بتصور حتى لو في سلاح حشمه وحتى لو مش باين يعني فكره بقى دخلت المحل وخرست دي خصوصيه شايف لا اي اوتيل ماشي ما البنات معاها هي مش قصدي انا كواحده دلوقتي مشهوره مثلا خلاص دخلت عندك وعندك فساتين حلوه جدا يعني على فكره هو عنده فساتين حلوه بجد اوكي وقست فساتين انا ما احبش انك تتفرج على انا فاهم او واحد يجي بياع عندك مثلا يقول لك دي واحده مشهوره ما اقدر ارجع الشيرت اتفرج ليه لا ازاي احنا موظفين احنا في اكتر من 15 احنا مستوى النهارده انا بقول بياع عندك اديني فرصه او غير مدير المحل صاحب المحل النهارده قال لهم ازيك زي ما هي قالت في التلفزيون ان هو عنده مرض عشان يتفرج على قالت يا فندم انت انا ما بس عندي انا ما قالتش اولا ادعت اللي صاحب المحل يجيب الكلام ده عشان على فكره هي اتكلمت عنكم كويس لاحظ ان واحده انا معترضه حاجه غلطت فيها ده اللي صار الوقت مش قاطع يا استاذ انا الوضع اتطور بص بلاش ابني يبقى محمي مصر مول اللي فات اضرب نفسي عليك لا كل ما اقول لك عملنا محضر سر رد عليا تقول لي مروطه اتقطع لا لا السرقه مش ابان دي ما اتكلمش دي ابدا انت بتقول اهو لا محضر السرقه تقول لي الوتر اتقطع ما اتكلمش ده انت بتحاول توقع السرقه كده بس انا لا انا من هاي اي ناس عند الساعه لا الواقع دي ثابته والوقع ووقع السرقه موافق لا يا فندم مش بقى اولا اسبوع ده حاجه حاجه لا انت قلت لي محضر السرقه وانا بيت في الاسم و لقيت الفلوس واتنزلت انا ممكن ارجع عليك لا السرقه دي شرف لا عملت مش شرف لا 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 فانا ستة تبقى حراميه لما انت مدير محل وحاطط كام اخي او رجاله مع بعض لا رجاله ايه؟ ما فهمتش انا ما فهمتش الناس ولا هي الفاظها سيئه كل اوكي ازاي؟ هي باتت في الاسم يوم عشان السرقه ما باتتش في لا لا خالص احنا كلنا بنت يا فندم هي ما ضربتش جوزها اللي ضرب والفيديو مسجل جوزها اتفرج على هي اللي عمل حركه هي اللي ضربها في الثانيه بس هي ضربت اتفرج على الفيديو استاذ ما ينفعش كده ما ينفعش كده شخصيه انا بقول لحضرتك ان انا بقى كل المحلات اللي حطيت ورقه هنا كبيره حلق كاميرات تخلي مكان مخصص فعلا من غير كاميرات والواحد يبقى مصحصح لان احنا خاصه هو انا محل مواصفات طب ما انت كده هتخلي الناس كلها ما تقسش يا فندم اذا كان محل مواصفات في كاميرات ايوه ما بقول لك انت كده هتخلي الرجاله كلها تقول لستاتها ما تروحوش تجيبوا لا انا عندي دلوقتي الكاميرات خارج البروفات زي السعوديه كده انا عندي كاميرات السعوديه منع البروفات مثلا منع القياس ده شايفاه حاجه ما اعرفش السعوديه ايه السعوديه منع على محل يبقى انا لازم لا على صاحب المحل او على المحل نفسه يبقى انا لازم اكون حاطط كاميرا فوق اوضه المروحه بس انت حاطط كاميرا في اتجاه غلط انا بقول لك جايبه البروفا انا القاعه اللي قدام اوضه المروحه الستاره بتاعتي لو جت كده انت شايفني عريان الستاره بتاعتي لو اتهزت انت شايفني عريانه خالص اهو ما فيهاش حاجه ما انا عارف يا جماعه نيتكم مش وحشه بس غلط انا بقول لك انت مش قاصد بس غلط ليه مش قادر تفهمك مش قاصد ونيتك مش وحشه بس مش صح يا فندم اولا التقسيمه مقسمها مهندس مش احنا اللي مقسمينها اي حاجه دي كلها مقسمها مهندس تمام مهندس انا بكلمك على العقليه بتاعت الشرقيين قوي ان اي راجل هيبقى عارف ان مراته بتنزل تقيس في محل وحتى عارف ان في بياع راجل ممكن ما ينزلش يا فندم انا اصحابي نفسهم ومراتاتهم بتيجي وتقيس وتشوف الدنيا يعني اللي هيرضاه على حد من طرفه هيرضاه على حد وبعدين كل اللي طلع معاها يعني اللي معاها فوق اسمها وبعدين هي لما جت موجوده كل اللي مدير المحل اللي بيبص على البتاع مش بنات ما بيبصش والله ما حد بيبص يا ست بيبص يعني انت بص امتى ان هو يسيب هنا في وقت يا فندم ده متسجل ولا مش متسجل؟ متسجل طبعا ده متسجل بيسجل ويتعمل سليل بعد 15 يوم عادي حضرتك ما بيرجعلوش امتى على الحاجات دي لو في حاجه لو في سرقه في المحل في مشكله بتاع ببدا اراجع اليوم اللي حصل فيه المشكله ده
لكن غير كده برضه انت هتخليني انا شخصيا اخد بالي بقى. ما حد احنا ما بنقولش حد ما ياخدش بالك. احنا نفسنا انا ما عنديش كاميرات زي ما هي قالت ان هي جرب الباط. هي ادعت الاول في خالص قالت ليش كده. لا يا فندم هي قالت ان كانت مع مختص قالت ان الكاميرات جوه الباط. ممكن تكون كانت لسه طالعه بالاسم. لا لا خالص لا طالعه بالاسم بس هي ما قالتش معايا كده. استاذه على فكره الموظفين اللي هنا في المحل هم اللي كانوا واقفين في التخشيبه في الحمام. هي كانت قاعده في اوضه المحل المعمور وقاعده ما كانش معاها بطاقه لا هي ولا اسمها. وبعدين هي ست محترمه هي مش المفروض تروح يا استاذه. هي بتدعي ان احنا بنضرب يا جماعه. انا لو مكانها انا هعترض ان حد يصور. حضرتك هي بتقول انا مانع كسرت موبايل لواحد عشان هو يصورني من غير اذن. طيب هستاذنك بس كمل كلامي. هي اولا في المحضر يعني انا ليا صور اوريدي عريانه وحد طلعها لي مش انا متصوراها بمزاجي بس لو انا لا مش قصدي لكن انت لو واقع في ايدك صور او بتاع انا متصوره بمزاجي مش لكن بتصور وانا بقيس وبتاع مش في دماغي وجوزي وزعيده و... بصي يا فندم هي اولا ادعت على انها احسن سيره. اولا الكاميرات في اول لقاء والله ما ادعتش ست كتير معاكم المنتهى شكرا. لا يا فندم ادعت مع المنتهى ست بس المداخله اللي عملتها ان هي مش والله حضرتك راجعيها برضه ان هي الكاميرات جوه البروفات. معلش انا لو انت لو عملت لي محضر سرقه ب 30,000 جنيه وبيت لي يوم في الاسم هقعد ادور على كل حاجه. لا حضرتك مش احنا بيتنا في الاسم عليك. بيتنا في الاسم علشان المحضر اللي هي عاملاه وفي نفس الوقت انت محضر سرقه انا ما خدتش منك حاجه. حضرتك انا عملت تقرير طبي ب 21 يوم وانا كل ما كلمتك على السرقه تقول كلموني على الوطن. ماشي ما حتى لو ما فيش محضر سرقه كانت هتبان برضه عشان المحضر ده. ليه مش هي اللي عملت كده؟ جوزها للكل. لا حضرتك هي تضرب مين؟ مكسره الاجهزه. هي مكسره الاجهزه اصلا. شو ضربها في رجلها في وشها يا فندم. مدام نفسها اللي انا اتهمتها هي اللي مكسره الكلام ده والاجهزه بالمنظر ده. فطبيعي ان انا حتى لو ما فيش موضوع سرقه لا انا معلش بس انا مغلطك في موضوع السرقه. هتدونا الفيديو ولا الفيديو فيه حاجه؟ طب ما لقيت اتوترت ليه؟ طيب اللي هي اتهمتنا فيه ان احنا بنتجسس. لا مش عايزين. هو ده اللي حل الموضوع. اما الضرب بقى هو ده اللي قعدوا يضربوا فينا. انت بتقولي عايز الضرب بتقول هي ضربت بالشلاليت. طيب احنا عايزين الفيديو. طيب دلوقتي اولا انا لم اتخيل لما كلمتك ان انا هاجي الاقيكي بهذا الوضع. يعني كل اللي يسمع في التلفزيون يقولك دي بنت صغيره دي واحده بتلعب دي مش عارفه. انت طلعتي ام وبيتك ما شاء الله يعني فوق العادي والحقيقه انا صممت ان انا عارفه ان انت نزلتي والطرف التاني تنزل بس انا عايزك تحكي لي الحكايه من الاول. هو انا كنت في شارع فيصل مع صديقه ليا خبيره التجميل وكنا بنشتري لبس وبنشتري حاجات يعني. فهي قالت لي في المحل انا اعرفه المحل ده كويس وكده فانا رحت معاها على اساس هي عارفاه وراحت له اكتر من مره. بس المحل شكله مش مريح حتى البنات شكلهم مش مريح خالص وقعدنا يعني نتفرج ونشوف حاجات وكده. اخترنا فستان او اتنين ودخلت اقيس منهم واحد. فوانا بقيس البنت بنادلها تساعدني ان هي تقفل السوسته بتاعه الفستان. فهي بتقفلها البروفه صغيره يعني انا مش عارفه. انت لازم تطلعي بره لازم اقف على الباب على الاقل يعني عشان حتى اشوف المرايه اشوف الفستان. انت عارفه فستان السواري بتبقى لازم نعمل كده بنطلع نبص على المرايه اللي بره. هي وانا واقفه لقيت السبوت كده فوق قدام المرايه الكبيره اللي قدام البروفه. فبقول لها هي اللي جنب السبوت دي كاميرا؟ قالت لي اه دي كاميرا. قلت لها ازاي؟ قالت لي ده احنا عاملينها ديكور. قلت لها ديكور ازاي؟ وخصوصا ان انت محجبه ممكن تطلعي من البروفا بقى سايبه شعرك. انا طالعه من البروفا فعلا سايبه شعري فستان سواري مش بكم مش بحاجه بس الحمد لله لحقت نفسي من على الباب يعني. فقلت لها لا الكاميرا دي بتصور مش بتصور. قالت لي لا والله العظيم احنا اكيد مش للدرجه دي. طب هنصورك ليه؟ فقلت لها مش عارفه بس انا مش مرتاحه. فدخلت ناديت المشكله قالت لها لا الكاميرا دي بتصور. دخلت غيرت هدومي وخرجت وانا واقفه على الباب تحت. طبعا احنا زعقنا شويه وهنمشي بس قلت لها لا
انا مش همشي، انا هجيب جوزي واخويا لان انا حاسه ان المكان ده كان بيصورني. فعلا جبت محمد جوزي وجبت مهند اخويا وبابا جولي وبس، واحنا قاعدين بنتكلم مع الولد اللي هو مدير المحل، بنتكلم بالادب يعني بالذوق. في تصوير؟ قال لا ما عندناش تصوير. طبعا قدامي هو الولد واقف عند الكاشير، ما فيش اي شاشه تثبت ان كان في تصوير او المحل ده مراقب بالكاميرات. وفوق الكاشير حاطط ورقه كده ممنوع التبديل او استرجاع الحاجه، يعني انت اوريدي لازم تقيسي في المحل. يعني في ناس كتير بتقول لي انتقدت ان انا قست في المحل، بس هو انا ما ينفعش. ايه يقول لك الاحسن ان الست اصلا في كل حته، في كل حته في العالم بتحط الكاميرات، بتتحط في كل المحل الا منطقه البروفا. تمام، بتبقى فوق الملابس الا منطقه البروفا. بتقف واحده عند البروفا وعندها عدد ملابس وتقول لك انت معاكي 2 3 4 في كل حته في العالم كده، لكن ما فيش كاميرات تبقى جنب البروفات خالص. لا هو البروفا هي 4 بروفات تقريبا او 5، وحاطط كاميرا من الاتجاه ده تجيب مثلا او بروفتين ونص، والكاميرا الثانيه تجيب الباقي. يعني هو مسلط الكاميرتين على البروفا كامله يعني. بس فمحمد جوزي اتعصب على الولد، قال له احنا، قال له في اوضه صغيره كده، صغيره جدا، يعتبر متر يعني اقل من متر كمان ورا الكاشير، تعتبر ديكور. احنا تخيلنا ان هي ديكور لان ليها باب بيتقفل كده. فمحمد قال له افتح لي الباب ده. ايه؟ قال له والله ما فيش حاجه. المهم محمد زق الباب وفتحه، لقينا في شاشه مراقبه، اوضه مراقبه صغيره يعني، فيها كرسي وزي كنبه صغيره كده بس حجمها صغير. فقال له ايه اللي انا شايفه ده؟ قال له ده احنا دي الكاميرات اللي في اللي تحت، اللي في الدور اللي تحت. فقال له، قال له لا افتح لي الباسورد بتاع الجهاز ده. قال له والله ما اعرفش الباسورد. المهم ضربه، فتح الباسورد. انت اللي كلمتي الشرطه ولا هم؟ انا اللي انا اول ما شفت حسيت ان في تصوير قبل ما اكلم محمد ما ترددتش يعني ولا 1% ان انا اكلم 122، لان انا ما اعرفش غير 122 نجده القاهره. كلمتهم، حولوني نجده الجيزه. بعد كده قعدوا ساعتين للاسف يعني لغايه ما جولي. كان طبعا في دم يقع في الارض بقى. مهند اخويا خد له حوالي 17 18 غرزه. محمد جوزي عامل ايه؟ ضربوا بمطوه. هم كانوا معاهم ولدين، معاهم مطوتين، والاستندات بتاعه المحل فيها مسامير كده بقوا يضربونا بيها. طبعا انا جريت طبعا. بس محمد ومهند، مهند اتبهدل جامد واخد له حوالي 17 18 غرزه في جسمه. محمد جوزي عنده عمليه في دراعه الشمال اتبهدل، احتمال ياخد على عمليه ثانيه خلال اسبوع. بابا كان موجود، حد برضو تطول على بابا. بس فين وفين بقى طبعا لما انا بدات ازن بقى على ما انا اعرف في ناس اعرفهم، ظباط اعرفهم، بقيت اتصل بيهم كتير قوي. ما فيش حل غير ان انت تروحي قسم الهرم. خلاص عبال بقى ما بدات الم تركيزي شويه وابدا اركز انا هعمل ايه. انا شايفه اخويا بيتضرب ودم على الارض وجوزي وناس ثانيه، يعني كانوا كتير حوالي 17 او 18 ولد وهم 2 بس. بابا راجل كبير كان بيحوش يعني، بيحاول يعرف يعني يلم الموضوع، يلمنا بعيد عن الضرب لان الموضوع وصل بالاسلحه البيضاء يعني. بس بعد كده جت بقى اخت الاسم، جت النجده. اول ما جم قلت لهم انا عايزه احرز الاجهزه دي. قال لي مش اختصاصنا، لازم اذن النيابه. قلت له طب دي فيها صور، الصور دي ممكن تتمسح، ممكن نتفضح، ممكن الستات اللي قلعه دي. انا بالنسبه لي ومع لما يجيب النيابه تحرز دي كل حاجه اتمسحت، يكون هو طبعا هيقدر بقى طبعا يلحق نفسه يعني. قال لي طب خلاص احنا هنسيب ضابط هنا او امين شرطه هنا لغايه ما انتوا تروحوا القسم، والقسم هو يبعت يقول ان احنا عايزين ناخد الاجهزه. قلت له طيب اكيد امان؟ قال لي والله امان. قلت له بالله عليك ده يعني في اعراض ناس كتير اتهانت في الموضوع ده. قال لي لا والله انت زي اختي. وطبعا الكلام الكتير اللي اتقال ده، وطبعا ما فيش اي حاجه من الحاجات دي حصلت خالص. هم كلهم مشوا وسابوا المحل. احنا رحنا على الاسم، هم خدونا على الاسم. طبعا اول ما دخلت قابلني نائب المأمور، راجل محترم جدا. قعد قال لي انت زي اختي وحقك هجيبهولك. نائب المأمور. وما تقلقيش انت زي بنتي وزي اختي وزي يعني حاجه مننا، ما تقلقيش. واحنا ما نقبلش ان واحده ست مصريه يحصل معاها اللي حصل معاكي ده، وطمني بشكل غير طبيعي. اتطمنت وفضلت قاعده مستنيه نشوف هنعمل ايه. كانت حوالي الساعه 7:30 8. بعد كده جاله تليفون يعني واحد من الولاد بقى اللي اتمسكوا في اللي كانوا بيضربونا وكده. دخلوا التليفون، كلم حد اسمه، هو كان في اسم بس ايه قبلها او ايه بعد يعني. انا مش طبعا كنت في حاله ان انا مش مركزه، بس هو كلمه حد حاجه كده.
قال له ايوه باشا حاضر حاضر، بس الموضوع فيه اصابات هنا وهنا، مش هينفع تبقى ودي مش هينفع تبقى ودي. وقعدوا بقى طبعا يتكلموا كتير مع بعض كده. انا قلت بس الموضوع اتطبق خلاص، يعني اما هيجبروني على صلح اما هيعملوا فينا حاجه. فعلا انا كنت قاعده في المكتب، نقلوني لاستيفا عشان اعمل المحضر. رحت لاستيفا اعمل المحضر، انا ما قلتش اي حاجه على فكره في المحضر غير ان انا عايزه صاحب المحل. لغايه وقتنا هذا انا ما شفتش صاحب المحل لا في النيابه ولا شفته في القسم، غير وبعد ما خلصنا كل حاجه وحصل تنازل شفته قال لي احنا عايزين نقعد نحلها ودي. بس اسمه اتشال من المحضر ازاي ما اعرفش. جابوا لي 3 او 4 المتهمين، هم 4 بس اللي كانوا موجودين. بعد كده بيتونا ليله في الحجز. ليه شو عملتي؟ هو قال لي اتهمونا اتهامات، يعني اللي انا عرفته ان هم اتهموني بس انا ما اعرفش اتهموني بايه. كنت مكلمه النجده؟ انا مكلماهم. طلبت تحريز الحاجات؟ وطلبت. والنجده اللي جت شافت ان الواقعة كانت ان انت اتصورت؟ شاف الضابط اللي كان موجود في النجده او اللي هو كان لابس اسود، انا ما اعرفش ده ضابط او رتبته ايه لان مش لابس ميري. دخل شاف الفيديو. شاف الفيديو طبعا، وفي 2 شهود كمان شافوا الفيديو. عملوك ايه محضر سرقه بقى؟ ما اعرفش بصراحه، يعني انا ما قريتش المحضر، ما اعرفش المحضر كان فيه ايه. بس قعدت يومين في يوم واحد اللي هو اليوم ده طول الليل لغايه تاني يوم الصبح عشان نتعرض عن انت اتحجزتي يعني. اتحجزت بس يعني الضابط رئيس المباحث وفي تقريبا معاهم مباحث محمد، يعني نائب المأمور قال لك اطمني مفيش حاجه خالص وبعدين اتحجزتي. ازاي مش عارف كنت انا وصاحب المحل اتحجز؟ لا انا مش شفتوش، بقول لحضرتك شفتوش. هو اللي اتحجزوا الاربع ولاد اللي كانوا عاملين معانا المشكله بس اللي هم اللي بيشتغلوا في المحل، لكن صاحب المحل انا مش شفتوش. بعد كده اتحجزتي لغايه ما تتعرضي على النيابه؟ النيابه الصبح طبعا قفلوا علينا باب رئيس المباحث، كان حد محترم جدا اسمه محمد اشرف. ده حد قال لي انتوا مش شكل الناس اللي تحت، انا مش هينفع انزلكم تحت لانك لو نزلتوا تحت هتتبهدلوا، قالها لي كده بالنص. بس راجل محترم جدا قفل عليا المكتب وقال هسيبكم هنا لحد الصبح ما تقلقوش. بس طبعا اخويا وجوزي نزلوا الحجز. بس هو انت مش المفروض ان انت اللي عامله البلاغ، فالمفروض ان اي حاجه بعد كده تبقى كيديه؟ الكلام ده ما حدش فادني نهائي. واتحبست؟ تاني يوم الصبح الساعة 7 الصبح لقيت الباب بيتفتح جامد بشكل خض كده. خدونا وقالوا لي هنركب عربية الترحيلات. قلت لهم لا، أنا قلت لهم الترحيلات؟ قلت لهم لا أنا هركب بعربيتي، يعني أنا نطلع حرامي بعد كده تشتري فساتين. أنا فعلا حرمت على فكرة. وقالوا لي هتركبي عربية، قلت لهم لا أنا مش هركبها. قالوا لي لا هتركبيها وتحطي الكلبشات كمان في إيدك. قلت لهم لا، أنتوا بتتكلموا على فكرة، أنا واحدة صحفية على فكرة، اللي أنتوا بتعملوه ده يعني أنا ما صعب. وتهزيت، أنا تهزيت من جوه جامد لأول مرة في حياتي خايفة. طبعا جات لها حالة هستيريا وأغمى عليها، مش أغمى عليها يعني شبه إغماء كده، برعشة بنفضة قعدت على جنبه وقالت لهم اضربونا بالنار، إحنا مش هنركب مش هنلبس الكلبشات دي. وببص لقيت جوزي واخويا في ايدهم الكلبشات وقالوا لي احنا من امبارح واقفين على رجلينا ما قعدناش. ومش عايزه اقول لك كانوا واقفين فين، يعني دي برضو في حاجه في حقنا مش حلوه، بس ما كانواش واقفين في مكان نظيف خالص. اتبهدلوا جامد. وانا خارجه من اتفقنا خلاص، هم قدروا يهدونا الضباط والامنا هدونا ان احنا ما نعملش مشاكل لغايه ما نروح النيابه ونحل الموضوع في النيابه. نركب عربيه الترحيلات بس مش من غير الكلبشات دي. توصلنا لحل وسطي كده ان احنا نركب العربيه، فعلا ركبنا العربيه. وانا خارجه بقى طبعا في وسط مثلا حوالي 45 مجرم ومعاهم 2 بنات برضو مجرمين. انت جوزك عور حد هناك؟ لا، هو كان في ضرب، يعني هو كان في اصابات، قصدي في ناس تانية؟ طبعا كان في اصابات، ما انت طبيعي حد بيضربك بمطوة اكيد هتحاولي تدافعي عن نفسك. لكن انت اتحبستي ليه؟ انا فاهمه حكايه جوزك لكن انت ايه؟ مش عارف. بس وانا خارجه بقى مع حوالي 45 متهم ومتهمه ماشيين في الطريق كده طرقه كده، فلقينا ضابط وتقريبا يعني انا مش عارفه هو يعني مين بالظبط، بس هو حد ليه اسمه قوي في الاسم وحد ليه رتبه كبيره في الاسم. انا طبعا ما كنتش مركزه خالص، ما نمتش بقالي يومين فما كنتش مركزه. قال لي واحنا ماشيين كده الحاجز ده بتاع المرضى الايدز، فكروا بقى تاني. فكروا ايه؟ تتنازلوا؟ طبعا احنا كان لازم نتنازل طبعا. هو بيقول لك فكروا تتنازلوا؟ تتنازلوا طبعا. وهي ايه مصلحته انكم تتنازلوا؟
معرفش. طب شوفي مش ما تقوليش ايه مصلحته في ان انا اتنزل، تقولي ايه مصلحته ان هو يبيتني في الليله ويبهدلنا ما هو ممكن يكون اتعمل لك محضر، بس انت اللي طالبه النجده. يعني انا برضو مش عارفه. بصي انا كنت رايحه في قضيه، القضيه دي الناس دي هتكت عرضي وانا بغير هدوم او اتفرجوا عليا، ما رضيتيش تسكتي وما سكتش. بعدها اتبهدلت عشان فتنزلتي عن حقك. طبعا اتنزلت، احنا روحنا لغايه النيابه. اتنزلتي عن حقك مش عشان انت مقتنعه انك تتنزلي، اتنزلتي خوف. طبعا خوف على بيتي، انا سايبه ابني بيرضع، عنده سنه ونص سايبه بيرضع بقاله يومين لوحده. وكمان نفسيا انا وديته لدكتور نفساني كان بيدور عليا مش لاقيني، وتعب نفسيا جدا جدا مش لاقيني، لاول مره غيب عليه فتره طويله كده. والدي بقاله يومين من مستشفى لمستشفى مش عارفين عنده ايه، يعني يقول لك خد خطوه. عشان اعترضتي انك تتصوري وانت بتغير؟ يعني عشان ده، وعشان خد خبطه في الكبد عملت له مشكله. هو راجل عنده 64 سنه. ف يعني انت ما بتتكلمي الحديث ده دلوقتي ليه؟ شوفي هو انا يعني انا مبدئيا الحمد لله ما تصورتش الصور اللي هي العاريه زي ما بيقولوا في كل المواقع والحاجات دي. انا ما قلتش ان انا كنت عريانه خالص، لا. انا اكيد حاجه ضايقتك انك رايحه تطلبي ان الناس تقف جنبك فتلاقي نفسك انت اللي محبوسه. طبعا انا انهارت على فكره، انهارت وبقيت اسال. يعني كان ممكن الموقف ده يحصل لاي مرات ظابط، ما كانتش هتبات لي لوحدي. لا انا قصدي ان ممكن مرات ظابط تروح تغير في محل، تكون واحده من اللي تصوروا مرات ظابط. يعني المحل ده كبير وليه اسمه، مش محل مثلا اي حد بيدخله، لا محل كبير وليه اسمه، ناس يعني بتدخل فيه تشتري منه. الواحد يبات في الحجز دي حاجه جامده، او يبات في الاسم. عايزه اقول لك على حاجه والله العظيم، كابي عربيه ترحيلات. بصي بعد الحلقه هوريكي صوري في عربيه الترحيلات. انا كنت منهاره ولغايه دلوقتي انا نفسيا منهاره. انا لغايه دلوقتي ما نزلت الشغل، على فكره مش قادره اخرج بره البيت من التهديدات اللي جات لي، ان انا لو فتحت بقي او عملت مشكله او قدرت ان انا فتحت الملف ده بعد ما اتنزلت عنه، انا هتاذي انا واهل بيتي، اللي هو بقى جوزي اللي اوريدي اصلا اتاذى. من مين؟ معرفش من مين. لا انا جالي تليفونات من حد ان انا لو فتحت سيره ان الاسم ادانه للاسم انا هتبهدل، من ناس من جوه الاسم، ناس انا اعرفها من جوه الاسم. خدي بالك بقى، يعني حاولي تحلي الموضوع ودي ولمي الموضوع. انا تقريبا وريتك المسج، لمي الموضوع. هي في مسج فعلا من ظابط بيقول لها كده، لمي الموضوع، بلاش لمي الموضوع. وانا فعلا لميت. بصي هقول لك حاجه، وزاره الداخليه، ومش بقول كده اقسم بالله العظيم انا ما بخافش من حد، وزاره الداخليه فيها ناس شرفة كتير قوي، وفي ناس ضميرها صاحي كتير قوي قوي قوي، وفي ناس ما بتنامش، وفي ناس بتموت عشاننا، وفي ناس بتضحي، وفي ناس وانا احنا بنتكلم دلوقتي واقفه في امن مركزي وفي ساق، وفي ناس يوم 11 من يعني الداخليه من يوم 9 لغايه النهارده ما عندهمش راحات وما روحوش، ودول لازم نشكرهم ونحطهم فوق دماغنا من فوق. لكن عايزه اقول لك مثلا لو هم عددهم 100,000 في مثلا 500 واحد، طيب ممكن يكونوا بيعملوا اللي انت بتقوليه ده، ان يجي له تليفون انه يوصي مش عارفين. انا ما بقولش ان اسم الهرم عمل كده، انا ما شفتش حاجه وما بجزمش بحاجه، لكن بقول انا دلوقتي واحده وحد اتعرض لي، فحصل ان انا طلبت النجده عشان تيجي، فجاء الراجل اللي جالي ده عمل لي محضر، فبقى محضر قدام محضر، فبيتقال ايه ساعتها للناس اللي هي ضميرها مش صاحي قوي؟ يا تتنازلوا انتوا الاثنين يا تتحبسوا انتوا الاثنين، وده ما ينفعش، لان ده معناه ان انا قبل ما اروح اطلب حقي مليون مره هفكر، ما هو انا لو رحت ممكن انا اللي البسها. فيبقى الحل حاجه الاثنين، يا اما جوزك ده يروح ياخد حقه بايده، يا اما تتنازلي عن حقك ونتصور بقى واحنا عريانين، ونتصور واحنا بنقيس ونتصور. لا احنا ما سكتناش عن حقنا، وده كانت النتيجه. يعني انا حتى قلت في اكتر من مداخله تليفونيه ان اي واحده عرفت ان هي وصلت للمرحله دي ما تفتحيش بقك لانك هتتبهدلي. طب انا عايزاكي تعملي رساله لوزير الداخليه تقولي له ايه؟ يديني الامان بس، لان انا فعلا خايفه جدا من رجالته هو. خايفه جدا جدا جدا. انت كل اللي كنت بتحاولي تعمليه ايه؟ هو يعني انا بس قلت حرام، يعني حرام. حرام ايه؟ وبتكلمي احنا بنعمل، احنا لو في ضابط اخطا في وزير ليه، والوزير ده راجل جدا عشان تبقي بس عارفه. شوفي هو الموضوع صعب جدا جدا جدا، ويمكن ما فيش حد هيحسه غير اللي كان فيه. يعني
انا مش قادره اتكلم بصراحه. هو هيسمعك والله العظيم هيسمعك. بصي انا بس عايزه اقول ان احنا اتكسرنا جامد قوي لما شفنا الصور دي، وشفت ان ممكن تعدي، وان انا ممكن اخد على دماغي واسكت، ما ينفعش اتكلم عشان هو عارف فلان وعارف علان، اخويا يتعور ويتبهدل ويتخيط، والدي قاعد حالته النفسيه وحشه جدا، انا كمان نفسيتي ارض. كانت معايا منهاره تماما، منهاره تماما، مش قادرين نتخيل ان احنا في بلدنا كده. انا عايزه اقول لك انا من اكتر الناس اللي لحد قريب كنت بدافع عن الحكومه وعن البلد، وان احنا لازم نستقر، وان احنا ما ينفعش نعمل مشاكل، وان احنا ما ينفعش حد يتصرف معاكي تصرف مش هتعرفي تغيري فكرتك عن البلد كلها. ما انا ما لقيتش حد يحميني، ما لقيتليش ظهر. عارفه لما تبقي محتاجه ظهر ومش لاقياه، انا ما لقيتش ظهر. بالعكس انا لما جوزي كان ظهري هم حاولوا يكسروه، لما اخويا كان بيحافظ على شرف حاولوا يكسروه. بعد كده لقيت اتهامات، وحتى الناس اللي بتعمل كومنتات كله اتهامات. يا جماعه حطوا نفسكم مكاننا. تعالى بس يا امير كده، انا عايزه بس البيت بس كده عشان نشوف بس الست دي جايه من، يعني مش مسألة معاها فلوس او معهاش، بس هو بيت راقي، ست محجبة، زوجة وعندها ابن ومش عايزة تعمل مشاكل لحد. ف انا بس بقولك ان انتي وراكي ظهر، وانا ورايا ظهر، وكلنا لينا ورانا ظهر. مش ممكن رجل مصري يوافق على ان ست تتعرى او ان راجل يقعد يتفرج عليها او اذا كان بقى جه تليفون زي ما بتقولي ده حصل او ما حصل، اذا كان مش عارفه حصل ايه، انا متاكده ان حقك هيرجع لك. يعني اتنزلتي او ما اتنزلتيش، تعالى حقك هيرجع لك. وانا زي ما بقول لك احنا عندنا وزير داخليه راجل جدا 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 ولا يقبل ابدا. ليه؟ اوبا يعني الولد قعد يومين ست محجوزه في الاسم عشان راحت تشتري فستان سواريه، اكيد ما يرضيش حد. وسيادة وزير الداخليه انا متاكده ان حضرتك هتحقق في الموضوع، وانا زي ما بقول راجل ووزاره الداخليه كلها رجاله. انا اسمحوا لي ان انا اشكركم على كل الايام اللي انتوا قضيتوها من قبل 11/11. الناس ما تعرفش، لكن انا اعرف كويس قوي ان كل الضباط ما راحتش راحه وفضلت عامله طوارئ و مستنيه 11/11 عشان تحافظ علينا. ولكن لو في حد اخطا لازم يتحاسب، ولو في حد بيتعامل لسه بالواسطه لازم يتحاسب. وحاجه بس صغيره، ان ما ينفعش ست مصريه او مواطنه مصريه تخاف من رجل شرطه، ما ينفعش تتكسر عشان خايفه من الشرطه، ما ينفعش تبيع حقها عشان خايفه من الشرطه، ما ينفعش تتنازل عن شرفها او عن دراعها او عن شعرها اللي بان وهي مش عايزه تبينه عشان خايفه من الشرطه. انتوا يا رجاله اكيد ما توافقوش على كده. انا بشكرك وما تقيسيش في محلات تاني. مش هشتري تاني اصلا. مفيش فساتين بعد كده. خلاص. دي مين دي؟ ماما؟ اسمك ايه طيب؟ يلا قولها اسمك. زي ما قلت هو سوء تفاهم، المحل ما عندوش أدنى نية سيئة، ولكن تاني توجيه الكاميرا لهذا المكان غلط، لأن زي ما هنشوف دلوقتي أو مش دلوقتي، يعني عايز أخد تليفونين الأول، إن الكاميرا موجهة للبروفا بطريقة إني لو حتى بس عملت كده عشان أفرج واحدة صاحبتي هتجيبني، وده غلط. فكرة ان الست قلقت على نفسها انها تكون اتصورت فكلمت جوزها وجوزها جه منفعل جدا، حاجة طبيعية جدا. الخناقة اللي كبرت قوي قوي كده ما كانتش مفروض تكبر. هل الزوج هو الوحيد اللي تعدى على المحل؟ لا،
في مقاطع من الفيديو الزوج واقف وفي أربعة من المحل بالشوم عليه. في إصابات هنا وفي إصابات هنا. هتقولي طب الست باتت في القسم عشان هي اشتركت في الخناقة؟ لا، هي الست ما ضربتش حد. طب كنا نسيب الست تروح للراجل الرضيع لأنها في الآخر اعترضت على أنها اتصورت. واتهمت ظلم بالسرقة. واتهمت ظلم بالسرقة. الراجل بيقول إيه؟ بيقول قال كنت حاطط الفلوس هنا 30,000 جنيه. حاطتهم فوق الجهاز بتاع الكاميرا فقال وقعوا ورا الجهاز. فأنا بعد ما رحت عملت المحضر لقيته. طب وحقي أنا فين؟ أنت لقيتهم وأنا بيتي في القسم وابني اللي سبته والظابط ده يكلمني والظابط ده يكلمني. لازم يكون في ضوابط للمحاضر الكيدية. لازم يكون هناك ضوابط للمحاضر الكيدية. صدقني الضباط نفسهم، انت ممكن اروح اعمل لك محضر وانت ما عملتليش حاجه. ممكن اقول، ممكن اتبلى عليك واقول لك انك موقفني مثلا معيش رخصه، اقول لك اصلك عكستني. مش صح، مش صح. لازم قبل ما تعرض على النيابه يكون في تحريات. يعني مش لازم اتعرض على النيابه عشان النيابه تقرر انها تسيبني، لا، قبل ما تتعب النيابه وقبل ما توديني النيابه. طب ما ممكن كل ده يطلع اي كلام وانت مشيني، عشان دي بهدلة وأعراض ناس وشرف. أهي الست ما خدتش حاجة، وست محترمة جدا 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 جدا، وكفاية دموعها دي. كفاية إن الست تطلع تقول أنا اتكسرت. لا لا، ما ينفعش ست محترمة تدخل اسم شرطة وتتكسر. ما ينفعش. انتوا رجالة ورجالة جدا. تجيب لنا أني فيديو الكاميرا؟ وريني الكاميرا متسلطة على البروفة ازاي. معلش انا مخبوطة في راسي. ادي الكاميرا، وبصوا البروفة لما انا افتحها عشان اخرج من البروفة او ادخل، او واحدة صاحبتها هي مستنياها برا فبتفتح البروفة تبص وتقفل تاني. هتشوفوا دلوقتي هي هتفتح تاني. الكاميرا كشفة البروفة اهي، فتحت حته من البروفا بتوريها وبتقفل. يعني مش صح، مش صح. انا شايفه انه مش صح. ما اعرفش، ولا ما كانش في نيه سيئه. المحل ده مش حاطط الكاميرات عشان يصور الستات، هي بس زاويه غلط. الخناقه مثلا زي ما هو برضو تعرض لهم. بصوا الزوج اللي هو لابس البلوفر الكحلي والجينز ده، الزوج اللي اخر واحد في الشارع ده اللي لابس، اللي هو مش بيضرب حد، ماسك واحد وقاعد بيبعد الشوم، والشوم ده كله نازل عليه. الراجل اللي هناك اللي لابس بلوفر كحلي وجينز اللي هو اخر واحد في الفيديو اللي الناس كلها بتضربه ده، عشان بيقول انا متضايق. اهي ده اللي واقف عند العربيه اللي بيتضرب ده، هو الزوج. يعني خلعوا الستاندات بتاعت الشماعات وبيضربوا بيها الراجل. ارجعي لو سمحت. ما كانتش تستدعي خناقه، ما كانتش تستدعي كل ده. حاجه تضايق جدا جدا، وحاجه انا شخصيا هخلي بالي منها بعد كده. ولكن هو سوء تفاهم. ولا بقى هي اتصورت من غير هدوم زي ما هم قالوا. الست ما اتصورتش من غير هدوم خالص خالص، ولا في اي صور لاي حد من غير هدوم، ولا المحل ده عايز يصور حد، ولا حصل اي حاجه من الحاجات دي. ولكن فكره المحضر الكيدي اللي اتعمل والبيات في الاسم وكده ما كانش صح. ولو الكلام صح ان في حد من الاسم قال لها بصي الحجز ده فيه ايدز، وانا قريت بعناية مسج من ضابط من داخل الاسم بيقول لها لمي الموضوع احسن يحصل واحسن يحصل، طب ايه مصلحتك؟ ايه مصلحتك؟ ايه مصلحتك انك تبعت رساله زي دي؟ وبعدين ده غشم على فكره، انك تبعت رساله لمواطنه تقول لها كذا كذا كذا، دي رساله يعني عليك. سالي. الو. ايوه اهلا بيكي. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. انا كده على الهوا بقى؟ افندم؟ انا كده على الهوا؟ انا مش سامعه يا جماعه. ريهام سعيد معايا مش كده؟ انا بشكرك.
انا بشكرك. ام كرولوس. ايوه الو. ايوه ام كرولوس. ايوه انا مدام ريهام. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا فرحانه جدا 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 لاول مره اتواصل مع حضرتك. ربنا يخليك. ومعايا بنتي صغيره كل اسبوع بتستنى حضرتك وتقولي صمت ريهام يا ماما. انا شايفه ان حضرتك النهارده كلامك كله صح. انا واحده من الضمن بخاف اخش اغير في بروفا. وما بحبش اغير خالص في اي بروفا بسبب بردك ام الكاميرات دي. يعني انت شايفه ان الكاميرات دي حاجه مش صح؟ مش غلطانه خالص. انت شايفه ان الكاميرات حاجه مش صح وانها كان لازم تتضايق صح؟ لا مش صح خالص. مش صح. انا بخاف وبترعب وما برضاش اغير. وساعات بجيب حاجات مش مقاسي وباخدها وما ينفعش ارجعها. انا بشكرك جدا يا مكرولوس. مين معانا؟ سلمى. ايوه اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ازيك يا مدام ريهام؟ عامله ايه؟ اتفضلي. ربنا يخليكي. طبعا انا بعزي اسره الفنان الكبير محمود عبد العزيز. ايوه الله يرحمه. ايوه الله يرحمه يا رب. طبعا انا ضد اللي حصل ده النهارده بالنسبه لموضوع الحلقه. ايوه اتفضلي. انا واحده من الناس هخاف اروح محل اشتري. طبعا يعني انت معاها انها اعترضت ان في كاميرا. انا معترضه اساسا ان يبقى في كاميرا حوالين البروفا. ازاي؟ معترض. طيب معترض عليها. انا بشكرك جدا جدا. يعني زي ما انا بقول يا جماعه ممكن يكون المحل فاهم ان هو بيحافظ على حقه ان الحاجه ما تتسرقش، ولكن هذه السيده المحترمه بزوجها المحترم كان ليهم حق يزعلوا، وناس كتير قوي هتزعل من الموضوع ده. ويمكن دي رساله الى المحلات تشوفوا لنا حل غير ان محلات السيدات يكون فيها كاميرات لو سمحتوا.